نهاركم سعيد وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. رح نتكلم اليوم على القرفة أو السينمون أو الدارسين، في ناس كتير بتسميه بأسماء مختلفة. هلأ بشكل عام أنا تكلمت قبل هيك على أعشاب، وقلت قد إيه إنه الأعشاب لأنها من الطبيعة بتفيدنا إحنا كأشخاص، بحيث إنها هي ممكن تنظف الطاقة عنا، ممكن تنظف جسمنا، تنظف طاقة جسمنا، تشتغل على المعدة عنا، على أي ألم عنا بالمعدة، تروق المزاج. فواحدة من الأشياء اللي كتير مهم إن نستخدمها في بيتنا ودائماً تكون موجودة اللي هي القرفة. القرفة كعيدان أو كباودر أو كستيكس إلها كتير فوائد في حياتنا. رقم واحد، على مستوى الجسم بتهدي المعدة، لو في عندك ألام في المعدة، لو عندك أي مشاكل، مزاجك متعكر، حاسة أنك متضايقة، القرفة فيها خصائص إنها بتبث هدوء وسعادة داخلية جوانا، وبتعطينا ريلاكسيشن لجسمنا، لو في عنا ألم بسيط فبتساعدنا كتير. نيجي على مستوى طاقة المكان وقديه بتساعدنا القرفة في تنظيف طاقة المكان. هلأ مهم عشان أستخدمها بالبيت، قبل ما أستخدم القرفة بأي شيء مهم جدا بالنسبة لإلي إني أنا أنظف بيتي، أمسحه، أنظفه، أشيل أي غبرة، أي أشياء موجودة بالبيت مثلا ما إلها داعي، أفضي الطاقة، أنظف الطاقة، أمشي الأنرجي عنا. وبعدين ممكن أخذ الباودر تبع القرفة، وشو أعمل؟ أحطه بالزوايا تبعت البيت، ممكن أحطها على عتبة البيت وأرشها، بحيث أني أنا بضيف حلاوة لهذا المدخل، لأنه إحنا عارفين أنه القرفة فيها نسبة حلاوة، صح؟ إشي هيك طعم سويت. حسيت أنه أنا عندي مثلا الفلوس مش عادة بتجيني بسهولة، أو عندي ممكن بلوكج في موضوع الفلوس، بجيب محفظتي بنظف طاقتها بعدين برش فيها قرفة. في ناس بتاخد عود القرفة بتلفه بحبل أو بخيط لونه ذهبي وبتحطه بالمحفظة، بزيد ذبذبة المال عنا. حسيت اني انا البيت مضايقني، حاسة انه مخنوقة في البيت، حاسة في طاقة مش حلوة، بقوم برش او بشغل انسنس اللي هي هاي العيدان، بشغلها وبخليها تملي المكان، او ممكن احرق من هدول واحدة او تنتين او ثلاث، وامشي فيها في زوايا الغرفة، في زوايا البيت، عند المدخل. ممكن كمان اني زي ما قلت ارش في بعض الأماكن، في الكورنرات، في أماكن محتاجة مثلاً أحس إنه الطاقة ما تتحرك فيها، أحطها وبعد تاني يوم أو ثالث يوم أشيلها. القرفة إلها فوائد كتير، شاي القرفة كتير بيساعدنا، كتير بيريحنا. كمان في زيت القرفة كمان كتير مريح، بس مش حطها في التصوير. ممكن أحط الزيت فوق الشمعة وخليه نحرق وخليه عبي المكان بريحة القرفة. هاي كلها عبارة عن أشياء بتساعد على تنظيف طاقة المكان، تجديد طاقة المكان، رفع الطاقة في المكان، وعلى إن إحنا نجدد طاقتنا بشكل دوري، نجدد طاقة مكاننا بشكل دوري. بترفع من نسبة ذبذبات المكان. طاقة القرفة جدا جدا عالية، حتى شكلها جدا له علاقة بتحسوا بالطبيعة بالأرض، فبيضيف عنا عنصر مهم في بيتنا، نفسيتنا، طاقة مكاننا. ورح أعلمكم كثير أشياء بس في فيديوهات تانية بتخص القرفة. فاللي علينا نسوي، حاسس أني متضايق، حاسس أني مش مرتاح، ما بحبش ريحة الأعشاب التانية، بإمكاني أني شو أسوي؟ أمسك الباودر تبع القرفة بعد ما أنظف بيتي وأحط في الزوايا، أشغل إسنس في البيت، أحرق واحدة من تبعون العيدان القرفة، وأبدأ بالحركة جوا البيت بحيث أني أجدد الطاقة، أرش على مدخل البيت باودر منها، أو أحط مثلا فوق المدخل، بيستخدموها كمان ناس للبروتكشن، أحط منها تنتين ثلاثة عند مدخل الباب، عند الشبابيك،
أو إني مثلاً بدي أحرك طاقة المال عندي، بإمكاني أخذ العود وألفه بريبن ذهبي وأحطه بمحفظتي أو أعلقه في مكان شغلي أو أحطه بأي مكان. فطاقة القرفة من الأشياء والأعشاب اللي كتير قوية وريحتها قوية وبتترك أثر. حاسس إني أنا اليوم الأنرجي عندي مش حلوة، بقوم إيش بسوي؟ زيوت القرفة بحطها على إيدي وبمسحها على مسارات طاقتي، بمسح عن منطقة القلب عند شاكرة الضفيرة، بتعطيني ريفرش لطاقتي للإنرجي تبعي للإنرجي في المكان. حاسس إني ما بدي أحرق وما بدي دخان، بإمكاني أحط زيت القرفة فوق الشمعة ويشتغل ويملأ المكان بريحة القرفة وطاقتها الحلوة. إن شاء الله يكون الموضوع عجبكم، بشوفكم في فيديوهات تانية قريب، ورح أتكلم عن القرفة في مواضيع تانية كمان. بتساعد القرفة فإنها بتشيل الطاقات المنخفضة، إحنا قلنا إنها بترفع طاقة المكان، إذا بتشيل الطاقات المنخفضة زي الحسد، زي طاقة مش حلوة دخلت بيتي من شخص نفسيته مش حلوة، كتير بتساعد. فممكن نحرقها، هي ما بتطلع كتير دخان، بدك تضلك تخلي الشمعة جنبك وضلك تحرقيها وتحاولي انك تملي ريحتها في المكان. ان شاء الله الموضوع يكون عجبكم، اشوفكم في فيديوهات تانية.